بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب السمو والمعالي والسعادة أهلا ومرحبا بكم وبجميع الحاضرين معنا في فعالية بلاك هات التي تعتبر واحدة من أهم فعاليات موسم الرياض 2022 وبكل سرور نفتتح اليوم أكبر فعالية من نوعها على هذا المستوى في المنطقه والتي تعزز من مكانه المملكه في المجال الرقمي وتقنيه المعلومات ونسعد باستضافتها من لاس فيغاس في عاصمتنا الحبيبه في موسم الرياض كل هذا بدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتوجيه قائدنا وملهمنا سمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظهم الله هذه الفعالية المتخصصة في مجال التقنية والابتكار تأتي ضمن جهود تحقيق مستهدفات رؤية 2030 العظيمة. وفي بلاك هات سنرى مئات من الشباب السعودي على مستوى من الكفاءة والخبرة يتنافسون مع نظرائهم من 35 دولة في أكبر مسابقة من نوعها على مستوى العالم. وهذا هو الاستثمار في شباب الوطن. والعمل في جذب الفعاليات العالميه لدولتنا العزيزه نعتبره استثمارا مهما سواء على المستوى الاقتصادي او الترفيهي الترفيه في المملكه العربيه السعوديه اصبح محط الانظار انظار العالم ويضم فعاليات عالميه في مختلف المجالات حتى اصبحت السعوديه واجهه ترفيهيه تتنافس بكل قوه عالميا في استقطاب اهم واكبر الفعاليات موسم الرياض الان شعلة كبرى في المنطقة بفعالياته المتميزة التي تمثل شعاره هذه السنة فوق الخيال. أتمنى أن تستمتعون معنا بهذه الفعالية التي أتشرف شخصياً وكل حماس لمتابعتها والتفاعل مع منافساتها وأشكر كل القائمين عليها وخوي فيصل وكل المسؤولين وأهلاً وسهلاً فيكم. وشكراً.